سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة راعوث الجزء الثاني. طبعا في المرة اللي فاتت يا شباب أنا حكيت لكم الجزء الأول من قصة راعوث. صح. وقلت لكم إنه راعوث لقيت ليها فرصة للعمل في مزرعة بوعز في حصاد القمح. أنا بتذكر ده. وحسب وصية مالك المزرعة الوكيل والعمال كانوا بيعاملوها معاملة حسنة جدا. الليلة أنا عايزة أكمل لكم بعد القصة. في مرة من المرات يا جماعة نعمة نسيبة راعوث قالت ليها: راعوث يا بنتي، زي ما عارفة أنا بحبك كيف وبتمنى لك الخير، عشان كده عايزاك ترتاحي وتتزوجي ويكون عندك بيت وتكوني سعيدة. بوعيزة اللي كنت شغالة معاه وده زي ما قلت لك هو قريبنا ولي أمرنا، وهو راجل متدين ومستقيم أخلاقه فاضلة. هو الليلة بضري في الشعير، قوم استحمي وغيري هدومك ديل وتريحي، ما تخليه يشوفك لغاية ما ينتهي من الأكل والشراب، وشوف المحل اللي بنوم فيه في المزرعة، ولما ينوم خليك جنبه وهو حيوريك الشي ممكن تعمليه ويفيدك. حاضر على العين والرأس يا خالتي. بارك. أنا بعمل اللي قلت لي كله. بارك الله فيك يا بنتي يا طيبة. وراعوث يا جماعة فعلا سمعت وصية نسيبتها وقامت اتجهزت ونزلت للمزرعة عشان تنفذ الوصية دي، وانتظرت بوعز بدون ما يشوفها لغاية ما أكل وشرب وشبع، ومش عشان ينوم قريب من طرف كوم الشعير. ولما نام راعوث اتسللت بالراحة لمكانه النايم فيه ده ورقدت هناك. وفي نص الليل بوعز اتقلب وفجأة شعر بأنه في مرة نايمة قريب له، واستغرب وخاف شوية وقال: دي منو؟ أنا راعوث. راعوث؟ أنا خادمك يا سيدي. راعوث خادمك. أنت لازم تسترني وتغطي قدحك، أنت قريب زوجي المتوفي، أنت يا كبير ولي أمرنا، ولي أمرنا دائما ومسؤول مننا زي ما بتقول خالتي نعمة. بارك الله فيك. إخلاصك لزوجك ولعائلته بعد موته دلوقتي كمان زاد، لأنك ما طلبت زوج من الشبان غني أو فقير. ما يهمك، ما تخافي يا مبروكة، هسا حاحاول نفس كل الطلب فيه مني، لأنه كل أهل مدينتنا بيعرفوا إنك مرة عفيفة وفاضلة. صحيح أنا قريب زوجك فعلا، لكن في زول تاني أقرب مني. هسا كده رقدي ونوم هنا الليلة، في الصباح خليني أتكلم مع الراجل قريبنا ده وأشوفه إذا كان مستعد يقوم بواجب أقرب الأقربة فيا مرحب وجزاه الله خير، وإذا رفض أنا حقوم بالواجب ده وحلف لك بالله إنه حيحصل كله خير. عشان كده ما تشيلي أي هم، نومي بإطمئنان لغاية الصباح. كويس. وراعوث فعلا نامت هناك لغاية الصباح، وقامت مرقت قبل طلوع الشمس عشان الناس ما يشوفوها، لأنه بوعز ما كان عايز أي زول يفهم غلط إنه في شيء ما كويس حصل. وراعوث قبل ما تمرق من هناك بوعز قال ليها: جيب الغطا اللي كنت متغطي به ده وامسك أطرافه. راعوث مسك أطراف الغطا وبوعز شال وكبليها فيه وكمل وكده من الشعير، وبعد ده قام مشي للمدينة. وراعوث رجعت لبيت نسيبتها، ولما وصلت نسيبتها سألتها: خير يا بنتي، قل لي اللي حصل شنو؟ راعوث كلمت نسيبتها بكل اللي قاله بوعز ليها وقالت ليها: هو راجل طيب وزول خير وفاضل جدا يا خالتي، عارفة يعني عاملني بكل احترام، وكمان اداني ملاوي الشعير دي وقال لي: ما ترجعي لنسيبتك ويدينك فاضية. ده كلام جميل، كلام جميل جدا. كده ننتظر. أنا متأكدة إنه الراجل ده ما حيرتاح إلا بعد ما ينجض الموضوع ده خالص. بوعز لما رجع من المزرعة قاعد قريب من بوابة المدينة، والمكان ده هو عادة
مكان قضاء الحوائج، والراجل قريبه اللي كان حكى عنه لراعوس جمال ربي هناك، وبعز قال له: كيف حالك يا قريبي؟ تعال هنا اقعد شوية ناخذ لنا خشم خشمين. كيف حالك انت ابو عز؟ انا بخير الحمد لله. ابو عز قام نادى له 10 رجال من كبار ناس المدينة اللي كانوا موجودين جنب البوابة وقال لهم: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحب بكم. اتفضلوا. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. خير الف خير. خير ان شاء الله. اتفضلوا اقعدوا معانا شوية هنا. خير يا ابو عز. انا عايزكم في موضوع. ما دام خير نحن معاك تب. احنا معاك تب يا زول. شوف يا قريبي، اها قدام الجماعة دي كلهم، نعمة بعد ما رجعت من مؤاب قررت انها تبيع ارض زوجها قريبنا المرحوم الاملك، وانا قلت اكلمك لو عايز تشتري الارض دي وتخليها ضمن املاك العائلة ولا لا، لانك انت اقرب الاقربين لعائلة نعمة وبعدك انا، فاذا كنت عايز تشتريها الجماعة العشرة ديل بالاضافة لباقي الناس الموجودين هنا هيكونوا هم الشهود، واذا كانت ما لازمك انا ممكن اشتريها. ما في مشكلة اصلا، ده واجب يا اخي. شكرا لك يا قريبي. في حاجة تانية كمان. اها دي شنو دي كمان؟ تشتري الارض من نعمة وتتزوج معاها رعوث المؤابية ارملة محلون ولد نعمة، عشان تكون الارض مسجلة باسم اولادها. لا 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 معلش، في الحالة دي انا بعتذر، ما 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 بقدر اشتري الارض دي لان انا ما عايز اعمل لخبطة وتقسيم في ميراث يعني. وطبعا يا جماعة في الزمن ده كانت في عادة غريبة عند الناس ديل اللي هم بني إسرائيل، يعني في مسألة شراء الأرض أو فك الرهن واسترجاعها للمرة الثانية، والعادة دي إنه البائع بيقلع فردة جزمته ويديها للمشتري دليل على الموافقة. وعلى المبدأ ده قريب بوعيز طلع فردة جزمته عشان يدي بوعيز الأولوية وقال له: اشتري الأرض دي أنت، أنا موافق. شكرا لك يا قريبي، انا حاقوم بالواجب. طيب يا جماعه، انتوا الليله حاضرين وشاهدين اني اشتريت كل اراضي الاملك واولاده كليون ومحلون، وكمان قررت اتزوج راعوث ارمله محلون، واتمنى انه الله يرزقنا ذريه تخلد ذكر المرحوم وترثه. ومره تانية بقول لكم اشهدوا يا جماعه. ايوه بنشهد. والله يجعل المره الجديده الداخله لدارك مباركه. اللهم امين. ان شاء الله زي راحيل وليا نسوان يعقوب لنحذر منهن نسل سيدنا يعقوب عليه السلام. نعم نشهد. اللهم اجعل زواجا مباركا، واجعل شراء الارض شراء خير، واجعلها تفيض بالخيرات. ربنا يديك مكان عالي وشهره في بيت لحم. الله يكون عايد منتدى وكبير. الله يرزقك من زوجتك راعوث. ابو عز اشترى الارض واخذ عروس راعوث ودخل عليها، وبفضل الله المرة دي راعوث حملت وولدت ليها ولد، والنسوان جو باركوا لي راعوث وقالوا ليها: ألف مبروك، ألف مبروك يا راعوث، مبروك الولد يا راعوث. مبروك يا راعوث، مبروك يا نعمة، إن شاء الله يتربى في عزكم يا أختي. الله يبارك فيكم حبيباتي، يبارك لكم نجاح أولادكم. الحمد لله، الله رزقك يا نعمة بولد، مبروك الولد يا نعمة. الحمد لله ما حرمك من أن يكون عندك قريب وعائل. مبروك يا نعمة، إن شاء الله كمان المولود ده يكون مشهور في بني إسرائيل ويفرحك ويرعاك لما تكبري، لأنه أم راعوث دي بتحبك كتير وهي أحسن لك من 7 أولاد. شكرا لك، أنا كتر خير كان يا بناتي، يباركوا لك أنا السمح والزين. أها والولد الحلو ده هسموه منه يعني؟ كده فكرا معاي وخلنا نشوف رأي أمه. راعوث رأيك شنو؟ الرأي رأيك يا خالتي. أنا غايتو عجبني اسم عبيد. اسم حلو ما كدي يا نعمة؟ أي والله، أي والله عجبني الاسم ده. عجبكم؟ رأيك شنو يا راعوث؟ أنا موافقة يا خالتي، أنا برضو عجبني اسم عبيد ده كتير. خلاص نسميه عبيد إن شاء الله، وإن شاء الله شايف اسمه كمان. إن شاء الله. كتر خير كان يا بنات أمي، بارك الله فيك. ونعمة قامت شالت الولد ده، وكانت دائما بتساعد أم راعوث في تربيته ورعايته. دي يا ولادي كانت قصة راعوث المخلصة ونسيبة نعمة المؤمنة المكلومة. يا سلام يا خالتي صفية، قصة جميلة، سرد شيق والله، ربنا يطول عمري. الله يحفظكم يا ولادي ووفقكم دائما. تسلمي تسلمي يا خال، القصة كانت فعلا جميلة، فيها حاجات جديدة علينا. بس أنا عندي سؤال، عبيد ده هو جد سيدنا داود عليه السلام؟
أيوة تمام يا ولدي. يا جماعة عبيد ده ولد رعوس هو في نفس الوقت فعلا أبو يسا والد سيدنا داود عليه السلام، وعبيد انحدر من ذرية فارس حفيد سيدنا يعقوب عليه السلام. والسلسلة دي بالترتيب موجودة في سفر رعوس، كتاب رعوس العهد القديم. شكرا لك ولاستاذنك يا خالتي صفية. في رعاية الله يا ولادي. مع السلامة يا خالتي صفية. مع السلامة. مع السلامة. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.